رفع زيدان فرحة كبيرة وكبيرة جدا لفرنسا التي تتوج بلقب كأس العالم في آخر لحظات هذا العرس العالمي. عناق ومصافحة رياضية بين رئيس كرواتيا التي صنعت الحدث وإيمانويل ماكرون رئيس الفرنسي الفرح بهذا التتويج. في هذه اللحظات تتسقط الأمطار. في هذه اللحظات نودع كأس العالم في روسيا ونربط الخط مع قطر بعد 4 سنوات في موعد سيكون أيضا تاريخي من دون شك لأنه أول من نوعه في المنطقة العربية بعد 4 سنوات من الآن. مشاهدي الأفاضل أكيد أنكم استمتعتم بهذه المباراة وبهذا المونديال، سنستمتع كذلك بعد 4 سنوات، ستستمتعون ما زال مستمرة المتعة على قنوات بي سبورت. شكرا لكم، شكرا لكم. مع زميلي الجداول.